الأخير اللي أنا داخل بالنسبة لي هو تشابتر الثرمودينامكس. الثرمودينامكس التشابتر مات الحرارية. إحنا الثرمودينامكس هو أكيد كل الحياة مالتنا مرتبطة بوجود الثرمودينامكس. ثانية هذا إحنا ما بدأ يتحول كود مشكلة. زين الثرمودينامكس، فأكيد إحنا كل العمليات هسه السوليوبوليتي هاي الميلتينج البويلينج كلها مثل ما شفتوها هي متعلقة بالثرمودينامكس. فطبعا أكيد إحنا راح هذا الثرمودينامكس يرتبط بالسوليوبوليتي ويرتبط بالكاينتكس ويرتبط بالريولوجي وكل البروسيسنج. بس المشكله اللي انتم هسه كليفل مات اندر جراجويت الكونكشن مو بكل شيء احنا نقدر نعطيكم اياه لانه شويه يراد لليفل اعلى اللي هو طلاب الماستر يدرسوا. فحنعطيكم يعني سمبل ثرمودينامكس تفهموها وقوانين الثلاثة، وطبعا أكيد لخص لكم الشابتر آني بطريقة شوية أحسن من الموجودة بالكتاب حتى شوية يعني تفهموها على قد الليفل مالتكم. الثرمودينامكس is the study of the effect of work, heat and energy on the system. Thermodynamics is only concerned with the macroscopic اللي هي large scale change and observation. Thermodynamics هي طبعا تأثير الشغل والحرارة والإنرجي على السيستم. هذا هو تعريف الثرمودينامكس. أخذتوها أنتو بالصف سادس إعدادي الصور الحرارية بطريقة مبسطة. All thermodynamics can be expressed in the term of four quantities اللي هي the temperature, the internal energy, the entropy, and the heat. هذني هن أهم المصطلحات أو الكميات اللي تقدر توضح لي الثرمودينامكس. هسه حاطت لكم روابط مال يوتيوب يعني اذا اللي يحب يشوفها طبعا هيك اثرائيه هي حتى يفتهم الثرمودينامكس. الفيرست لو اوف ثرمودينامكس از ان اكستنشن اوف ذا لو اوف ذا كونزرفيشن انرجي. The change in the internal energy of the system is equal to the heat added to the system minus the work done by the system. هو القانون الأول من الثرمودينامكس هو مشتق من قانون حفظ الطاقة، إنه أنا الانترنال إنرجي اللي دا أخليها على السيستم equal to the heat added to the system minus the work done by the system. هذا هو قانون الأول من الثرمودينامكس. زين فأني عندي heat، عندي internal energy راح أخليها وراح يطلع عندي بالأخير work done on the system. أقدر باختصار أن أعرف first law of thermodynamics بالقانون of delta E equal to Q plus W. ال E هي ال internal energy وال Q هي ال heat وال W هي ال work done on the system. طبعا هذا ال system هو يمثل لي ال first law of thermodynamics الحركة مالته. الذوبان الجليد هو يمثل لي ال first law of thermodynamics. زين عندنا اثنين مصطلحات اثنين ممكن انه نستخدمها بالثرمودينامكس اللي هي الاديباتيكس اللي هي no heat is transferred والازوثيرمال اللي هي constant temperature. الاديباتيك
الهيت ما بيها ترانسفورميشن، والايزوثيرمال الكونستانت تمبرتشر، يعني الدخله تساوي لي التمبرتشر اللي تطلع من السيستم. بالاديوباتيك بروسيس، ان اديوباتيك بروسيس ترانسفير نو هيت، ذيرفور Q equal to zero. بالاديوباتيك بروسيس احنا ما عندنا مثل ما قلت لكم بالسلايد اللي قبله ماكو ترانسفورميشن للهيت، فالكيو مالتي تساوي لي زيرو، دلتا اي equal to Q minus W. When the system expand adiabatically, W is positive. بعملية الإكسبانشن بالأديباتيك سيستم الـ W راح تكون عندي positive، فلهذا الدلتا E راح تكون عندي negative. بينما السيستم بعملية الكمبرشن هناك كانت عندي إكسبانشن، expansion تمدد، هنا عندي عملية الكمبرشن اللي هي compress ضغط. So when the system is compressed adiabatically, W is negative. هنا ال W راح تكون عندي negative. So the work done on the system يعني الدلتا E راح تكون عندي positive، والW اللي هي work done on the system راح يكون عندي negative. فلهذا من يعني تشوفون مسألة انه جايتكم adiabatic process وراح تكون عندكم يا عملية expansion يا عملية compression، فتنتبهون اذا كانت expansion الW راح تكون positive، اذا كانت compression الW راح تكون negative. فهو هذا الفرق بيناتهم اثنيناتهم بعملية ال expansion وبعملية ال الكمبرشن. بالايزوثيرمال بروسيس، هي الايزوثيرمال بروسيس is the constant temperature process. any heat flow into or out to the system be slow enough to maintain the thermal equilibrium. هنا راح تكون عندي عملية equilibrium بالايزوثيرمال بروسيس constant temperature process. هناك no heat is transferred بالأديباتيك، بالأيزوثيرمال هنا الـ temperature اللي تدخل وتطلع من السيستم should be at equilibrium process، لازم تكون تحت إطار الـ equilibrium. فلهذا بالـ ideal gas if delta T is zero, so delta E equal to zero. Therefore, Q equal to W. Higher for an ideal gas. فأي energy راح تدخل للسيستم لازم تغادر بشكل work. Higher بال isothermal process. نعم نعم. أي هي طريقة عمل الايزوثيرمال بروسيس؟ تمام. الايزوثيرمال بروسيس عندي السيستم راح يكون ان ايكوليبريم، الحرارة اللي داخلة واللي طالعة should be at equilibrium، لازم تكون يعني السهم اللي رايح والراجع لازم يكون يعني بعملية ايكوليبريم. إذا أنا عندي ideal gas الدلتا T راح تكون عندي zero، فلهذا الدلتا E راح تكون عندي zero، فلهذا ال Q ال energy اللي داخلة للسيستم راح تعادل لي ال work، لازم تطلع بشكل work، لازم تطلع بشكل work. أي energy داخلة لازم تطلع بشكل work، ماكو عندي طبعا هو حسب قانون حفظ الطاقة ماكو عندي أي خسارة، بما أنه أني ذيك بالأديباتيك ماكو transformation للهيت، بس بالأيزوثيرمال أكو transformation للهيت، بس هنا الترانسفورميشن لازم يكون بعملية equilibrium، الحرارة الداخلة تعادل الحرارة اللي راح تطلع وراح تصير أثناءها طبعا أكيد فد عملية، فلهذا الانرجي اللي داخله راح تطلع بشكل work شغل.
يعني أني أسلط مثلا كهرباء تنطيني حرارة، هيك شيء يعني. هذا الشيء اللي ممكن أنه تفتهموه، يعني من الممكن إذا سلطت أنا إذا يعني قدش مثلا الحرارة داخل النظام تساوي حرارة مثلا موت المكنة إذا ما هي مو سوية، وإنما أنا هسه مثلا هسه مثلا عالدين إحنا صوبة كهربائية، الطاقة اللي جتي دخلت للصوبة طلعت بشكل حرارة، الكهرباء طلعت بشكل حرارة، يعني سلطت انرجي، بس هاي الانرجي شلون تطلع بشكل هيت. هو هذا الورك مالتي اني، هاي هيك حتى تفهموها انه انت، فما ما عندي انه اي خسارة بالطاقة اللي راح توجد هي. فلهذا هاي يسموها ايزوثيرمال بروسيس. هنا اكو ترانسفورميشن بالهيت، بس الترانسفورميشن لازم يتحول من يعني نوع من الطاقه الى نوع اخر. هو هذا تقريبا اللي اقدر افهم لكم اياه على هذا الليفل مات الايزوثيرمال. بالايزوثيرمال هنا طبعا اكو هم اشتقاق للقوانين، بس انا هاي مداخله اللي مأشرت لكم عليه حاليا بالسهم الاحمر، هو هذا فقط اللي داخل. هسه أعطيكم مسألة عليها حتى تفهمون. هذا هو فقط اللي داخل، تمام؟ هسه سرور، هسه نشرح من تجيكم هاي المسألة. زين هسه دقيقة، أنا مرايدة جنت أشخبط على هذا. هسه راح نجي نحل هاي المسألة، بس هاي المسألة أريدكم تشوفون وياي أكو فد خطأ بالكتاب. دقيقة، هاي هنا ليش طلع لي هنا هذا الأحمر؟ الشاشة المهم عندي 1 مول of water in equilibrium with the vapor converted into the steam at 100 degrees Celsius and 1 atmosphere. The heat absorbed in the process, the heat of vaporization of water هي 100 degrees Celsius، هي 9720 كالوري بير مول. What are the value of the three first law of thermodynamics؟ هنا يريد الفاليو مال 3 of law of thermodynamics من 1 مول من الووتر. فخلوا بالكم اني قوانين الفيرست لو اوف thermodynamics هي هنا موجوده بهاي القوانين الاثنين، يا اكو فوليوم يا اكو بريشر، لانه اكو علاقه نسبية بين الفوليوم والبرشر حسب الايديال غاز لو. فهنا عندي 1 مول من الووتر فيبر converted into the steam، تحول الى بخار بدرجة المية at 1 atmosphere. هنا طبعا استهلك 9720 كالوري بير مول. What are the value of the three first law of thermodynamics اللي هي Q و W و delta E. ال Q يعني the quantity of heat added to the system هي 9720، هاي هي قيمة ال Q. The work performed against the constant atmospheric pressure is obtained by using equation 3/10 اللي هسه احنا يعني اتطرقنا لها بهاي الاكويجنات الاخيره اللي قلت لكم. هي هاي الاكويجنات الاثنين هي فقط اللي داخله بقانون الثيرمودايناميكس، قوانين الفيرست لو اوف ثيرمودايناميكس. فاحنا بس نريد هنا عندنا المجهول فقط اللي هو الفوليوم 2، فنقدر نطلعه من قانون البي في ايكوال تو ان ار تي، وراح يطلع لي الفوليوم مالتي 30 لتر.
طبعا اكيد المعطيات مال السؤال كلها اكيد اعطيكم اياها اني بالمساله زين عيني. فهنا الفوليوم 2 اوف 1 مول اوف ستيم ات 100 ديجري سيليسيوس اند 1 اتموسفير. زين هاي هسه طلعنا الفوليوم 2. هسه هنا بسالكم وياي بالمساله، شوفوا دبليو ايكوال 2 ماينص 1 مول ملتبلاي باي الثابت مالتنا هذا مالت الار 1.987 لان انا وحداتي هنا بالكالوري بير كيلو مول. هنايا التمبرتشر زين ليش 398 هنا التمبرتشر؟ والمفروض 373 لو شنو؟ اذا احد اذا انا غلطانه احد يقول لي. هو هذا طبعا سكرين شوت من الكتاب، فاحنا لازم ما عرفاني خلي اراجع اراسل على الايميل مالت الكتاب. وياي بتسمعوني ماما؟ تسمعوني؟ نعم. فهنا لازم 373 لأنه أنا ما عندي مو درجة 25، حتى إذا درجة 25 هي همي أنا مو هنا لأنه أنا عندي 100 درجة، فحتى تصير ذيك 298 بس هي أصلا مو درجة 25. فإذا تأيدوني حتى نراسل شنو هاي lost my connection. تسمعوني طلاب؟ تسمعوني طلاب؟ شنو صار قطع؟ يعني عندي صار قطع؟ نعم دكتور. ها اي ما منتبه عليه لان الفري كول كونفرنس موجودين ما اعرف. المهم فهسه خلينا نرجع احنا للمساله هنا التطبيق. نعم نعم ماكو هسه دقيقه. تمام اوندو 25 وجمعها اصور اكو غلط بالكتاب لانه هذا سكرين شوت من الكتاب فاني لازم نراسل اهل الكتاب. تمام صحيح. فلا هي لانه لا عندي انا يعني هنا جامعه هويه 125 فاني لا عندي هي لازم 100 فاحنا لازم اصلا هي 373. خلي نراسلهم ونتاكد لانه ما اصور 125 هنا ما مطروقه ما عندنا هيك شيء احنا. لا قال هي ظروف ايديال ورادها زين حتى يعني نطلعها احنا اخر شيء ونجمعها ويا حتى هنا همينا غلط هي تطلع لازم 298 فيعني اكيد اكو غلط بالسؤال. فهنا شوفوا تعويض مباشرة على الفوليوم بس تبقى هاي الشغلة الوحيدة اللي انا لازم اراسل بيها ونشوف شو كنت يجاوبونها. بس انا هسه بالنسبة الي لكم بالامتحان اذا جتكم هيك نوع من المسائل انا هنا 373 التصحيح مالتها فصححوها من يومكم عيني حاليا وتبقى عن المراسلة وياهم حتى اتأكد من الغلطة. هي واردة اركو عادي يصير غلط بالكتاب يصير. فهنا حتطلع لنا ال W بالماينس اللي هي 5838 زين. ف الانترنال انرجي الاوبتين احنا عندنا خلينا الكيو مالتنا هي 9720 ماينس اللي هي الرقم اللي طلع لنا 5883 راح تطلع لنا دلتا اي ايكوال تو 3837 كالوري. هذا هو الحل مال السؤال. المسائل اللي راح تيجي على الثيرموداينامكس بالفيرست لو اوف ثيرموداينامكس ان شاء الله هي راح تكون ضمن اطار هذا القانون الاول والثاني. هي حتيجي فوليوم هي حتيجي بريشر واكيد راح يصير فد انتر كونفرجن بيناتهم. هذا المثال الثاني هنا نعطيكم هنا كاتب هنا شوفوا درجة الحرارة نعطيها بدرجة 25 فهنا فونت اوت لاسر
مزين تمام. اي اي صحيح مو معوضيها هاي مني لازم اشيكها صحيح ما متبع عليها. ها دقيقة اخاف هنا مستخدم اللين. دقيقة دقيقة بس هل اتأكد 2.33 RT log هنا لين لو log مستخدم. هنا بس انت بولي طلاب اي هنا ال هنا 2.03 اذا كانت عندي لوج بس اذا كانت عندي لين صحيح انت هنا منتبه صحيح فاتن بس هنا لانه عوضها باللين فماكو داعي اكتب 2.303 تمام ما انتبهوا عليه خو السؤال منتبه فاتن فما احتاج لانه انا عندي لين وهو القانون عادي تقدرون باللوج او باللين ما عندي مشكلة. زين هسه شوفوا اللي ورا الايزو ثيرمال بروسيس بسايدها بدرجة 25 فمعوض رأسا 298 معوض رأسا 298 فهنا ما عندي مشكلة والقانون مالتكم يعني الفوليوم نعطيه هنا لكم مباشرة فالحل هنا مباشر ما عندي مشكلة والأرقام صحيحة وهنا عندي ايضا باللين فماكو داعي يعني اعوض بال 2.303 بس نشيك ذيك بعد وخلاص. فاطار قوانين الثيرموكيمستري بالفيرست لو اوف ثيرموداينامكس هي هذين القانونين فقط يا اما تجي بالبريشر او تجي بال الفوليوم. حنتوقف اللي هنا لأنه أنا محاضرتي الساعتين إن شاء الله كافية حتى أغطي بيها ما تبقى من الثيرموداينامكس لأنه هو مو هواية أنا مختصرته فقط للقوانين المهمة والواضحة. هو هنا صح 44 سلايد بس هي إن شاء الله نخلصها باكر كلها تقريبا ساعة ونص تخلص. فاللي هنا أنا راح أتوقف للثيرموكيمستري وألتقيكم إن شاء الله جروب على باكر وجروب إن شاء الله يوم الاثنين. أشوفكم على خير إن شاء الله.